شمال يمين. ها يلا يلا هيك يمين. وشك اهو اهو. تمام تمام. وشك اهو اهو. جابر يعني تعبت النهارده؟ يلا نروح. تعبت عشان ما بتداومش على التمرين. هو احنا يعني هنخش بطوله يا جابر؟ يلا بينا. وانا بتمرن عشان نخش بطولات يا ولا؟ ها انا بتمرن عشان ده اكل عيش راس مالي. انا بناخد حق الدراع يا ابن عم. لو دراعي ما يطوعنيش ورجلي ما تشلنيش ما نلاقيش ناكل، وكم اللحم اللي في رقبتي يموتوا بالجوع. فوق يا فوق، وادعي لابوك ربنا يخليهولك حبيبي. ابو جابر كابتن كمل انت مع جابر. يلا كوتش يلا. ها ها جميل حلو حلو حلو. لا كده 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 مش عاجبني. انا عايز جابر اسمعني، بص انا عايز البوكس يطلع من جسمك مش من دراعك. عيني يا غالي. ها جامد اجمل فوق فوق جامد. ها جامد. مش قلت لك 100 مره تبطل الزفت السجاير تشربها دي هتوديك زي هتقتلك. افضل كح بقى. احنا شباب في ابو قير كلها يا حموده. كابتن عباس كابتن كباتن مصر. معلش يا كوتش اتاخرت عليك. مسا مسا يا حموده. ايه اللي اخرك يالا؟ عامل ايه؟ بحس على اكل عيش بلقط رزقي. لقطت يا حاج ولا ناشفه؟ ولا حتى فتفوته ناشفه، ورجعت زي ما انا قفايا قمر عيش. ظبط لي ايديا يا جابر. يلا شمال شمال ايديا عشان بقالي كتير. شمال شمال يمين. ها عايز البوكس يطلع من جسمك. ها اسم الله عليك اسم الله عليك. عايز حاجه يا اخ؟ انا عاوز جابر الخواجه. انا عرفت انه بيجي النادي هنا. جابر الحمد لله فرجت رزقنا اللي احنا بندور عليه جاي خالص عندنا. جاب يا كوتش عمر فندم. انا عاوز جابر الخواجه. عايزه في ايه؟ عايزه يرجع لي حقي. اتفضل يا استاذ. اهلا وسهلا بيك. قابل يا خواجه. صباح الفل فرجت. خير يا عم. انا عايزك يا ريس جابر. خير عشان ترجع لي حقي. قول يا رب يا عمنا. بسيطه حموده دقيقتين نغير هدومي ونطلع على المشى. يلا. بسيطة وسهلة يا حاج. هات الشنطة. عاوزين السمات والبذوره يا باشمهندس. ما خلاص يا ابني روح دلوقتي. اللي تشوفه يا باشمهندس عن اذنك. كمل يا غالي. الراجل صاحب العماره بعد ما خد مني نص ثمنها وقال انه هيسلم لي الشقه بعد شهرين عشان اجوز فيها بنتي، لقيته بيع كل شقه يجي الخمسه. شنيب يعني. واشتكيتوه؟ اه طبعا عملنا له محضر، والمحضر راح النيابه، والنيابه حولته للمحكمه، والمحكمه حكمت بالسجن ورد الفلوس، لكن هو هرب. كل مره يهرب في مكان. قعدت وراه لغايه ما عرفت بالصدفه هو مستخبي فين. طب بقول لك ايه يابا، انت ليه ما بلغتش الحكومه تقفشه؟ ما هم الناس اصحاب الشقق اللي قبلي بلغوا كذا مره، وكل مره كان يعرف ويهرب قبل الحكومه ما تيجي تقبض عليه. يبقى في اي عيل سيس بيبلغوا قبل ما الحكومه تروح؟ ما هو ده اللي خلانا اجي لك يا سجاد. اهل اسكندريه كلهم قالوا انك شهم ومجدع وترمي روحك في النار عشان ترجع لي حقي. قول لي يا هندسه، هو الراجل ده نصب عليك في كام بالظبط؟ 50,000 جنيه. لو رجعناهم لك هناخد 5,000 جندي شغال 10% زي الحكومة بتقول، وبارك الله فيما رزق. تمام يا حاج؟ موافق، بس فلوسي ترجع لك. هترجع لك عمنا. اوعى تكون بتعمل لي واحدة. معاك اثبات بالكلام ده؟ اه طبعا معايا. تبقى سهلة سهلة وبسيطة يا حاج. الو اي بوسي اي حبيبة مامي. حاضر يا حبيبتي هجيب لك معايا وانا جاي. لا يا حبيبتي انا خلاص خلصت مسافه السكه واكون في البيت. اوكي يا روحي قربان. اوكي. ايه ده يا مدام دلي؟ جبتي الموبايل؟ ايوه يا ليلى، انا كنت مقدمه عليه من شهرين ثلاثه، وامبارح كلموني رحت استلمت الخط واشتريت الموبايل. اتفرجي عليه يا ليلى هيعجبك. انا خلصت. ميرسي يا ليلى. ليلى ما تجيلي البيت يوم الخميس تعملي لي وشم بالحنه. معلش انا اسفه يا مدام دليل، انت عارفه ان انا ما بشتغلش غير جوه المحل. معلش. لا خلاص يا ليلى براحتك. اوكي ميرسي يا ليلى. مع السلامه. ميرسي.
شفتي الموبايل؟ شفته. يا رب اكتب الموبايل علينا يا رب. يا اختي توكسي، ده بيقولوا التليفون بالشيء الفلاني، ده غير الخط بكام الف جنيه، ده بفلوس اتجوز. هتفضلي طول عمرك فقريه يا بنت. ده مدام دلال ايديها حلوه وفرطه، مش انت اولى من اللي بتاخده توحيده؟ يا اختي تاخد اللي تاخده، بس انا ايديا دي تتلفف حرير، كل الزمان بتيجي لحد عندي. بأمرت يا اختي ان بقالك سنتين مكتوب كتابك، ولا عارفه تجهزي ولا تفرشي ولا تجيبي شقه ولا تدخلي. خلاص يا نرجس ارحميني، عقدتيني في حياتي مش كده. الا بصحيح، سي الاستاذ جابر جاي اختي ياخدك النهارده؟ مش عارفه، ان شاء الله يا رب اطلع على ايه. احيها عليا وعلى سنيني السودا. يا بنت انت هتفضلي في الحب الشفوي ده لامتى؟ بس يا نرجس عيب كده. عيب؟ مدام تهاني بتبص لنا. يلا قبل ما تشندل عيشتنا ونروح بقى على اكل عشاء. تعالى ليه مش في البيت؟ ودوقتوا؟ هاتوا السبني من العربية وغيروه بسرعة. أنا مستعجل. بسرعة يا ابني شوية. منك يا ابني شوية. ولا هترفع عليا طبنجه يا محمد؟ في ايه؟ يلا ترفع عليا طبنجه. اتحركش يلا، اتحركش يلا. تخلص يا عموده. خلاص خواجه. شو انت مين بالظبط؟ وانت مالك انت يا ارنب؟ هو عزرائيل لما بيجي يقبض روح حد بيعرفه بنفسه؟ ناجي كتفه. امسك يا عم، عايزك في موضوع صغير كده حاج معايا كده. هات الشنطه. قدام يلا عم كارم. ايوه يا ريس جابر. اقفش، حقك اللي خده منك الشنيبه اهو. شكرين يا ريس، شكرين يا ريس جابر. لما تيجي تشتري حاجه لعيالك تاني ما تقعش في ايد الشنيبه دول. حاكم الشنيبه بقى بهوات دلوقتي. شكرين يا حاج. مع السلامه. شكرين. الشنطة دي فيها كام يا جابر؟ يجي 50,000 جنيه. ايوه 50,000 جنيه مرة واحدة؟ طب ما تيجي ناخدهم واحنا ونبلغ فرار، ولا من شاف ولا من دير، والراجل ده نصاب مش هيبلغ ولا هيعمل أي حاجة، واحنا عارف ظروفنا كانت عاملة ايه. بلا ظروفك بلا ظروفي. الفلوس دي حق الناس اللي حاولوا يشتروا الشقة واتنصب عليهم، وحقهم هيرجع لهم. اوه يا عم جابر بقى. حلالي يا حمودة من الحوار ده. العريس جاهز يا خواجة. أنا مستعد أديك الفلوس اللي في الشنطة دي كلها وأديها مرتين، بس سيبني أخلع. قرشك لا يشبع ولا جوع، وأنا ماليش في الشمال يا حاج. أنطر. هتوديني فين؟ أنطر يا أرنب. استنى، فين مفتاح العربية؟ هنا في الجيب ده. هنا؟ أيوه. ناجي تركب الاستبن وتحصلنا. أنطر يا أرنب. توديني على فين؟ أنطر بقول لك. حمودة. خايف من إيه؟ شكرا ابو المكارم. عندنا ده وقتنا يا راجل، وانا اقول المكتب منور ليه؟ انا حلفت يا باشا نكتفهولك ونجيبهولك متسلم تسليم اهالي. هاي يا خواجة، شكرا ابو المكارم ده بقالي سنه بحاول اقبض عليه، وكل ما اقرب منه يزوغ مني زي الثعلب. تعالي بيها للصدى يا باشا. مية مية يا جابر. ابنكم يا باشا هنجيبه من بره. اكرم بيه، ما تستلم. الف
ابتدي كده لف. ده مفتاح العربية يا باشا، أنا هنسيب لك المفاتيح وتقول كل حاجة في المحضر زي ما أنت عايز. أنت عارف يا باشا أنا بحب لك الخير، أنت مش أي صاحب. دوم الواجب يا صاحبي. بقول لك يا باشا، الأرنب ده عليه كام قضية؟ الأرنب ده يا سيدي عليه يجي 100 قضية وأكتر، كلهم نصب. طب أنا هنعمل معاك الصح يا رياض. إيه دي قضية تانية على السخان. بتاعت مين حتة السلاح دي يا جابر؟ كانت مع العم وأكيد شمال. حط في الحصالة يا باشا بالإذن. خربت بيت، الله يخرب بيتك. عيش يا أرنا. يا أكرم بيه، مش نشوف شغلنا بقى؟ يلا عمل له محضر واثبت فيه إن بناء على تحرياتنا عرفنا مكان المتهم الهارب شكرا أبو المكارم، وضعنا خطة محكمة للقبض عليه، وظبطنا معاه شنطة الفلوس دي وحتة سلاح بدون ترخيص. يا أهلا يا أهلا بالفلوسان الثلاثة. تشكر أبو وردان. عم جابر، يا عم جابر في حد يعمل كده؟ بقى الراجل يعرض عليك 50,000 جنيه عشان ما تسلمهوش للحكومة، قوم تسلمه وتعمل فين يا جابر؟ بقول لك احنا تعبانين يا جدع يا جدع، بيتنا ممكن يقع علينا في أي لحظة، وبعدين السلاح لوحده عم جابر ممكن كان يساوي مبلغ كبير، في يا جابر؟ أنت قلبك مش على أصحابك ولا إيه؟ أنا بنعامل ربنا ولا قبل أي حاجة. وقلبي مع اصحاب الحق قبل ما يكون مع اصحابي. ماشي يا حاج. طب حقنا احنا فين؟ ما احنا طول عمرنا تعبانين ومتداسين، وان ما كناش نجيب حقنا بايدينا اللي هيجيبوا لنا بيه. بقول لك يا بروح امك، احنا من يوم ما اشتغلنا الشغلانه دي وخدنا عهد على نفسنا نرجع الحق لاصحابه وناخد 10% بس اللي ربنا اذن لنا بيه والحكومه كمان. وبارك الله يا حاج. جلال يا حموده، بدل اللي احنا متفقين عليه طول عمرنا، يعني جابر عنده حق في كل كلمه بيقولها. يا عم انتوا ولاد عم وهتشهدوا لبعض، اديني انا الفلوس يا عم، انا تعبان وكفران وخلاص هيغمى عليا من الفلس. خد نصيبك اهو، وزيهم لناجي وزيهم ليا. دول يعني انت عارف اليومين دول انا عندي ظروف ومزنوق. فعلا انت طول عمرك باصص للي في ايد غيرك، ما ترضى باللي ربنا قسمهولك. اعمل ايه يا ناجي؟ انت مش عارف اللي حاصل لي ايه؟ امي عندها سكر وعايزه كرتزون، وابويا الكلى وفشل وعايز غسيل، واخواتي مصاريف ومدارس، ومراتي حامل وعايزه اولادها ومصاريف وتكاليف، والرطوبه الاجتماعيه محوطاني من كل ناحيه. خلاص خلاص خد، يبقوا باكوين وانا وناجي الباقي. شغال يا حاج. شكرين يا جابر، طول عمرك خيرك علينا. انت يا جبور يا صاحبي خيرك على الحكومه ذات نفسها، ويا بخت صاحبك رياض ده بيك يا عم الحاج. كل مره تمسك له قضيه وتسلمها له متقشره ومستويه قدامه على المكتب، ويعمل فيها جنس وبوند على قفاه. وماله اهو، مش صاحبي وبنعمل معاه الصح والواجب؟ وقلت لك حلني من الحوار ده بقى يا حموده. ما انتوا كنتوا كده في الابتدائيه مع بعض وفي الثانويه وفي كل حاجه، وهو دخل كليه الشرطه وبقى معاه المباحث وخد حلمك انت اللي انت كنت بتحلم بيه، وانت سقطت في اكتشاف الهيئه ده ولا امتحان الهيئه عشان ابوك حته سول غلبان، يعني مش رتبه كبيره. ما قلت لك حليني من الحوار ده بروح امك، حليني بقى. اهلا بشله الهنا. اهلا، ازيك يا جابر؟ نعمه والله يا عم. يا ناجي ما روحتش شغلك ولا ايه النهارده؟ لا يابا، انا كان عندي مصلحه كده بنقضوها انا وجابر، وخدت اجازه النهارده من الشغل. يعني طبعا ما دام ملمومين كده بشله المعلم يبقى هتروح شغلك ليه؟ خلي بالك شغلك ومصلحتك اهم من الصياعه والصرمحه. صح صح يا عم. تسمع كلام ابوك يا ولد؟ ما ينفعش الكلام ده يا جابر. بستاذن انا يا عمي عشان عندي مذاكره. السلام عليكم. سلام يا حموده. خلاص يا سموحه، فهمتي الجزئيه دي؟ ايوه يا مر. تمام. بصي بقى يا ستي، السؤال ده مهم جدا وبيجي كتير قوي في الامتحانات، عشان كده عايزاكي تركزي عليه. ماشي. الشاي يا مروه. يا حبيبتي تسلم ايدك، تعبتي نفسك ليه بس يا نجات؟ انا تقريبا خلصت مذاكره سماح وهنزل. المهم يا ستي قولي لي انت عامله ايه في المذاكره بتاعتك؟ انا مذاكرتي تمام. طب تمام، لو عصتي حاجه ما تتردديش، انا موجوده. متشكره يا مروه. كتر خيرك يا مروه يا بنتي، يا اختي الواحد مش عارف هيرد لك جمالك دي ازاي. ما تقوليش كده يا طنط،
سماح برضو زي اختي، وبعدين احنا قريب. يا حبيبتي أصيلة وبنت أصول يا جميلة يا اختي، ما انتش عايزة تاخدي فلوس عشان بتذاكري لسماح، وما تتأخريش عنها في أي حاجة، مع انك يا بنتي في كلية محتاجة لكل دقيقة للمذاكرة. وهي مروة هتطلع لمين يا ماما؟ ما أخت جابر الخواجة. ويعني هو جابر الخواجة ابن مين؟ ما هو ابن المرحوم السول فتحي. يا سلام، دي الحتة كلها كانت بتحلف بحياته، كان راجل ولا كل الرجالة، لا عمره أذى حد ولا تأخر عن حد في حاجة. جرأي يا بنت انت واي. يا سجارجس راح فين؟ انا جايلك كلمتين بس مع المعلم زكي. ورشه ورشتك. اتفضل يا عم بيه، اتفضل يا جابر. متأخرش على البيت على طول. حاضر. يا سمار ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك انت؟ كنت عندنا ولا ايه؟ ايوه يا ستي، كنت بذاكر لاختي. اختك هتبقى حاجه جامده جدا، بكره تشوف يا ستي ان شاء الله. شكرا يا حبيبتي. صفاء، ايه يا حبيبتي اللي راجعك من شغلك بدري؟ مالك يا صفاء؟ في حاجه يا بنتي؟ ابن صاحب المحل اللي بشتغل فيه ماله؟ زعلك يا اختي؟ اتخانقتوا سوا؟ يعني بقاله مده كده منرزل عليا، وانا بصراحه ما كنتش عايزه اقول لك. منزل عليكي يعني ايه؟ عايز يصاحبني. يا بصرتي هو كل يوم يعني يلزق ويتلزق فيا كده ويلقح بالكلام. لقح بالكلام؟ طب ما اشتكيتهوش ليه لابوه الحاج؟ ده راجل طيب ويعرف ربنا. الحاج عنده 5-6 محلات تانيين، هو فاضلنا. طب وبعدين؟ النهارده قال يا اما ياخدني معاه مطرح كده يعني، يا اما يتهمني ان انا بسرق من ايراد المحل او يرفدني خالص. ما دريتش بنفسي غير اني باخد ميكروباص وباجي على هنا. يا لهوي. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. يا ماما ليه عاملة في نفسك كده يا ماما؟ يا حبيبتي احنا مش متفقين ان المطبخ ده من اختصاصي انا. يا حبيبتي انتي بترجعي من كليتك تعبانة وشقيانة، يا اما على المذاكرة يا بتروحي تذاكري لسماح. يا حبيبتي هو انا اشتكيت لك قبل كده ولا فتحت بقي؟ وكمان انا ست بيت شاطرة وطبيخي لا يعلى عليه، ده اولا. ثانيا حضرتك تعبانة وعينة والدكتور قال لازم تستريحي، يعني تديني ده وحضرتك تخشي الاوضه تستريحي. بلاش تدلعيني قوي كده، لا استموتيها واتعبك. عاد الشر، اهي مره من نفسك. ده تلاقيه جابر اصلا. انا محتاجه عند عم جرجس. ازيك يا مروه؟ يا سوسو عامله ايه؟ اهلا اهلا. ازيك يا مروه؟ ازيك يا جدو؟ اهلا يا حبيبتي. ازيك يا مندوب؟ ازيك يا حماتي؟ تعالى يا روح قلبي، ده انت وحشتي بشكل مش معقول. الله وحشتينا يا حماتي، عشان كده قلنا لازم نيجي نطمنوا عليك. انا سعاد. ابنك ماله؟ ده باين عليه سخن. معلش يا ماما هو سخن شويه، بس انا الحمد لله اديته الدواء وان شاء الله هيبقى كويس. هاتي ماما ريحي بعد الشر عليه. هاتي هاتي نايمه جوه. الف سلامه. بس اقعدي جنبه لحد حرارته ما تنزل. حاضر يا ماما. حبيبي نور عيني. انا شامم ريحه طبيخ حلوه. انتوا طابخين النهارده يا حماتي؟ زي كل يوم يا ابني، بس اقعد اهدى شويه واصبر، الاكل باقي له نص ساعه على ما يستوي. لا انا على لحم بطني من الصبح، وبصراحه وحشني طبيخك قوي. انتوا طابخين النهارده ايه؟ مش عايزه مساعده يا مروه، انا ست بيت كويسه بقشر البصل احسن من البكره. فين الشاي باليا؟ انا يا خواجه طريره. ازاي الحاج عامله ايه؟ بنعمه والله يا اخي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ست ام صفاء ازيكم؟ ازاي بناتي؟ الحمد لله يا اخويا بخير. نمشي منك يا جابر ولا من سؤالك علينا؟ ها ايه رايك؟ الميكروباص بقى زي الفل، ان شاء الله كده ربنا هيكرمك مش هيعطل منك ابدا. كتر خيرك يا استاذ جرجس. عايز كام يا اخويا؟ 10 جنيه بس. واني عملت حاجه؟ انا يا دوبك نظفت الفلاتر وغسلت الموتور من غير ما الفوق. هو بيعمل حاجه خالص؟ العربيات ماشيه لوحديها. ما تحرمش منك، اتفضل. ما تخلي يا ست ام صفاء الدنيا ما طرتش. ان شاء الله يخليك يا استاذ جرجس، شايلك لعوزه يا اخويا.
انا بقى عايز الحق لي دورين كده في الموقف. لو احتجت اي حاجه تقوليلي. متحرمش منك يا جابر، فوتكوا بعافيه يا جماعه. مع السلامه. ست ب 100 راجل. في دي عندك حق يا جابر، الراجل طفش وهج وساب الحمل التقيل على امه العيال. بس جدع، من يوم ما طفش وهي سادة مع عيالها وقافلة على نفسها باب بيتها ومحدش سمع لها صوت. طفش من الفقر بعيد عنك يا جابر، ساب للولية الحمل التقيل، ساب لها كوم عيال وميكروباص عدمان ومديون كمان. كام بقى حساب قطع الغيار اللي جبتها للميكروباص؟ خلي يا جابر. خلي ايه؟ احنا متفقين بالنص بيني وبينها. اصلا اوعى تقول لها. خد. ربنا يقدرك على فعل الخير دايما يا جابر يا خواجة. خلي دول معاك لحد ما تحكي كسبك. شكرا يا بالي. عفا يا خواجة، تشيا يا باشمهندس. ماشي. جرى العربية يا عمهم. ما تتأخرش يا جابر. ما قلت لك بقى هبقى بكرة عندك قبل الظهر. العربية دي جرى كام يا حاج؟ لا لا على المؤاخذة دي مهرها غالي عليك قوي. خد مديني الإيصال ده. إيصال؟ يا عمو لما اظهر الاصول اصول وما تزعلش، العربيه غاليه تتخبط منك يحصل فيها حاجه، الاقساط ده يضمن لي حق. ما تنساش تسيب البطاقه بقى. بطاقه؟ هتاخدها لما ترجع العربيه بالسلامه. سهله سهله وبسيطه يا حاج. ماشي. تشكر. سلام يا جاد. شكرا يا رجاله. تمام كده. اسم ليك يا باي باي يا حبيبي. حلو يا غالي، تعالالي تاني يا جابر. ليه يا جابر؟ احنا مش قلنا بلاش الحاجات دي؟ نفسبينا يا حاجة نعيشها يومين فاخر فاخر. ما انت عايشها يا جابر فاخر فاخر خالص. الفلوس دي ممكن تجيب لنا البيت، ممكن تجهزنا، ممكن نتجوز، ولا انت مش عايز يا جابر؟ بس بقى يا حاجة بس، ربك هيعدلها ان شاء الله. قول يا رب. يا رب كسرت لي جهاز اللي جبته دلوقتي. يعني هو احنا مكتوب علينا نعيشها كده وخلاص؟ اشمعنى الناس كلها عشانها فاخر فاخر؟ عيشها يا عم فاخر فاخر. ازيك يا لولا؟ قلت بقى انا عايشك يوم فاخر فاخر. فاخر فاخر؟ بدل الاكل بتاع عديلة. في ايه يا بت؟ الاكل ده غالي. انت لاقيش رايقه؟ رايقه؟ وما هي رايقه يا اخويا، ما بنتجوزش ليه؟ تقعديش بقى كل مره تسمم اللقمه، بلاش كلام امك ده. مالكش دعوه بامي يا جابر. خلاص خلينا في جوز امك الراجل البركه. ما تقولش عليه جوز امي، النبي ده ما في احن منه عليا. عمره ما حسسني يتيمه ولا ناقصني اي حاجه. بيره بيره. كل يا ليلى وبلاش تسد نفسنا الاخر. ايه يا اخي التناكه دي؟ ايه الفشخره دي؟ ما تعيش عيشه اهلك يا اخي. مالها السجاير المصري؟ ولا انت تكونش صدقت نفسك انك خواجه بصحيح؟ جرايه يا ليلى، هي ازازه بيره وعلبه سجاير بقوا فشخره؟ ليه؟ هو احنا ايه؟ يا اخويا لما تبقى مش قدها تبقى فشخره. يا جابر نفسي اتجوز. وانا مش عايز. مش باين يا اخويا، مش باين. وانا من نفسيش فرشه واحده تلمنا. وخد عليك وهات عليا للصبح. يا رب اشوف الصبح ده يا اخويا. ان شاء الله تشوفيه يا اختي. بكره الوزاره تخصص لي الارض ونستصلحها ونعمل بيت وتبقى فل. ده زي وكسه المشتل. ايه بتبص لي ليه؟ عادي، مش روحت وأجرت المشتل وكتبنا كتابنا وقلنا الدنيا حتروق وححوش لي قرشين يا ليلى ونتجوز؟ ادينا قاعدين بقالنا سنتين.
وكأنك يا زيد ما غزيت. تزعلت مني يا جابر؟ انت عندك العيب يا ليلى. اي اوامر تانية؟ اوامر فشل. هو في حد في الدنيا دي يقدر يدي اوامر لجابر الخواجه اللي مش شايف راجل في الدنيا دي غيره ومتدرمغه في حبه؟ خلاص بقى ما تبقاش غلس. مش هتاكل؟ تأخرتي ليه يا ليلى؟ تلاقيكي قابلتي اللي ما يتسمى وخرجتوا سوا، مش كده؟ وماله يا أمي؟ هو ده مش جوزي وكاتب كتابه عليا؟ جوزك؟ جوزت الندامة. لكن أقول إيه؟ أنت السبب، أنت اللي عملتي في نفسك كده، رخصتي روحك قدامه. يتعب نفسه ليه بقى هو ويجيب شقة ويفرشها؟ مدام وافقتي يكتب كتابه عليك أنت وأبوكي من ورايا. يوه ملوش لازمة الكلام ده يا مليلة، ملوش لازمة. مرزوق نقطني بسكاتك، عفاريت الدنيا كلها بتتنطط في وشي. يا ماما جابر خلاص هيسلموه الأرض اللي احنا مستنيينها بقالنا سنين، وبعدها إن شاء الله. بعدها إيه يا أختي؟ قال على رأي المثل موت يا حمار. حتى لو ادوله الأرض اللي بتقولي عليها زي ما هو مفاهمك، هيربطك جنبه كمان كام سنة لحد ما يزرع ويقلع ويحصد ويجيب فلوس يتجوزك بيها. وبعدين احنا مش قلنا الكلام ده على المشتل؟ عمل ايه بسلامته من ساعتها؟ يا بنتي حرام عليكي، فوقي لنفسك بقى، فكري في شبابك اللي بيروح منك يوم ورا التاني. استنيني يا سمسمة، هرجع لك على طول، مش هتأخر عليكي. مش تفضل ريحتها فيها. وليلى بسم الله ما شاء الله، وردة مفتحة وقمر 14 كمان. السلام عليكم. وحشتيني يا وردة. على فكرة يا ليلى، أنا زعلانة من ماما قوي. ليه يا ماما؟ عملت لها إيه؟ ما أنت عارفة جابر دايما له محامي هنا يدافع عنه. أنا بحب جابر يا ماما. يا أختي اشبعوا بيه. طب استني بس يا ماما ثانية واحدة، مش تشوفي جابر جابلك ايه؟ طير يجنن، هيبقى حلو عليكي قوي. يا ما جاب الغراب لامه، مش عايزة منه حاجة، هو بس يفارقنا بالمعروف، يسيبك يطلقك تشوفي حالك بقى. شفتي جابر جابلك ايه؟ جابلي ايه؟ فستان حلو قوي. بصي الله، ده ليا انا؟ اه فستان حلو، انا راح اقيسه. ما تزعليش من امك يا ليلى يا بنتي. عنك يا بابا. انا ما بقتش ازعل منها خلاص، خدت على طريقتها. اما انا طبخ لك شويه اكل النهارده، انما ايه؟ مين اللي بتحبيه؟ تسلم ايدك يا بابا. الله يخليك. يلا يا حبيبتي نتعشى. انت عارفه ان انا نفسي ما بتتفتحش على الاكل الا لو انا معاكي. معلش يا بابا، اتعشيت مع جابر كده اهو، خساره. يلا بقى. لا يلا ايه، انا هقعد معاك على السفره وانت بتتعشى انت ووردة. ما هي وردة هي كمان ما بتحبش تتعشى لوحدها. انا مش عارفه لو اتجوزت ومشيت وسبت البيت وردة هتعمل ايه من غيري. ربنا يا بنتي يخليك وما يحرمناش منك ابدا. انا مش عارف من غيرك انت وردة كنت هعمل ايه، بعد ربنا ما حرمني من الخلفه وحرمني ان اكون اب كده. هو انا وردة مش بناتك برضو؟ انت احن علينا من اي اب، انت عمرك ما نقصتنا حاجه، ده انت اعظم اب في الدنيا. ربنا يا بنتي يخليكي، ربنا يخليكي. بس انا زعلانه منك. ليه يا بنتي؟ بتتعب نفسك قوي في مساعده ماما في البيت والمكوى والغسيل. مو يا بنتي انا بعد ما طلعت على المعاش بسلي نفسي، ثم انه عشان برضه اريح امك واستريح من لسانها. اهي دي عندك حق فيها. على فكره انا عارف ان الهدايا اللي بترجعي بيها لامك وتقولي لها ان دي من جابر
ان انت اللي بتشتريها مش جابر. ايه الجمال ده يا ورده يا فولو يا جميله انت يا خلاصي؟ مين القمر ده؟ ايه رايك في الفستان الجديد ده؟ انا وريته لماما فقالت لي حلو حلو. ده حلو جدا وهياكل منك حته كمان. طب ليلى قولي لجابر بقى يجي يتجوزك بسرعه عشان انا كمان اتجوز والبس فستان الفرح وابقى عروسه. الحقيقه احنا هدفنا في الوزاره اتاحه فرص عمل للشباب وخريجي الجامعات، وفي السنين الماضيه وفرنا حوالي 1,000,000 وظيفه للشباب، وخطتنا في السنين القادمه باذن الله توفير 600,000 فرصه عمل كل سنه للشباب لحد ما نقضي على البطاله. على مسؤوليتي بنبشر الشباب الفتره القادمه. هي هو الناس دي مراش غير اللك كده ومفيش حاجه بتتنفذ؟ حق يا بنت هيكون ليها الشاي يا جابر. عنك يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. عامله ايه يا اختي؟ تعبانه يا اخويا، تعبانه قوي. ما بين طلبات حماده، طلبات سمندور، واللي زاد وغطى انها نازله الشغل الاربع اللي جاي. تصدق يا جابر ان سعاد كانت عايزه تاخد اجازه شهر ولا اتنين ولا سنه كمان بعد اجازه الواد ما خلصت. وماله يا اخي؟ ما ترتاح وتربي ابنها ان شاء الله تستقيل حتى. الكلام اللي انت بتقوله ده جابر. بس سيب اخويا يتكلم براحته. هو انا مرتبي بيكفي حاجه؟ انت عارف متر الارض على الكورنيش دلوقتي بقى بكام؟ ولا تكونش صدقت كلام المسؤول الكبير اللي طلع في التلفزيون دلوقتي اللي بيتكلم عن البطاله. ازيك يا مروه؟ ازيك يا اخويا. انت عارفه تذاكري بقى بعد ما سعاد وابنها جم قعدوا معاكي في الاوضه؟ ما تخافش على مروه يا جابر، مروه طول عمرها شاطره من ايام الثانويه العامه، طول عمرها ما بتذاكر مع سعاد في نفس الاوضه، يعني ما جد الجديد يعني. لا جد. جد ان سعاد بقت في ذمة راجل. ما كناش عارفين انك هتريح الورق هنا يا حاج. اسكت. ده انا ما بصدق الصيف يجي أأجر شقتي شهر ولا اتنين. اهو القرشين اللي بيطلعوا منها بينفعوا في صريف الواد وامه. محدش قال حاجه. بس البنت عايزه تذاكر. وانت هنا فرح زغراتي هنا ميت صواتي مش فارق معاك حاجه. فاكر لما كنت بقول لك مروه مش محتاجه دروس خصوصيه؟ كنت تصر تديها دروس خصوصيه في كل المواد. طب هي لما تتخرج هتاخد كام علشان تصرف عليها المصاريف دي كلها؟ كل يا حاج. صحة وعافية. مدبف كلامه ويموت على القرش، ودايما دايما اول ما يخش من باب الشقه يقعد يشمشم زي القط ويقول طبخين ايه النهارده. معلش هنستحمله لاخر الصيف وبعدين اختك هتاخده ويرجعوا شقته. ده هو الود ود يفضل قاعد هنا على طول ياما، اكل شارب نايم وعايشها فاخر فاخر. صباح الخير يا حماتي. وانت من اهله. يا ريتها ما اتجوزته ياما، بني ادم بخيل مش عارف هضمه خالص. وهي كانت قدم لها غيره وقلنا لا يا ضنايا، لحد ما كبرت وخفت عليها لا تعنس. بص انا كل اللي يهمني انت، مش عايزاك تنقهر. ربنا يخليك لنا، ده محد صرف على جوازهم غيرك. حق يا جابر جهزتها من مجاميعه. الحمد لله يا اما، النهارده سددنا اخر كمبياله. اللهم لك الحمد ولك الشكر كريم يا رب. حمل ونزاح من على كتافك يا ضنايا. تصدق بإيه؟ أنا ما كنتش بدان من دي نقصات أختك اللي عليك، لكن خلاص هو عدى. ولو إننا تقلنا عليك قوي، جهاز سعاد ومصاريف أختك في الهندسة. عارفة بقى أنا نفسي في حاجة واحدة بس. إيه؟ أزورك النبي يا أمي. اللهم صل عليك يا كامل النور. وإنت يا ابني هتفكر في نفسك إمتى؟ لازم تحوش. نفسي تتجوز، نفسي نفرحوا بيك، وليلى مش هتستناك العمر كله. قول يا رب يا اما كله باوانه. واوانه ده هيجي امتى يا ضنايا؟ الغرض مش عايز حاجه. اه
خلي دول معاك. ايه ده؟ احنا لسه بنقولوا ايه؟ خليهم معاك انت، حوش الفلوس اللي اديتها لي اخر مره لسه ما خلصتش. غير كده انا لسه اقضي المعاش بتاع ابوك الله يرحمه. ياما خليهم معاك، يمكن ساعات تحتاج حاجه عشان ابنها. ودي مروه اللي هي عايزاه، البنت بتتكسف تطلب مني حاجه. لا ما يحرمنا منك يا رب، كتر خيرك يا ابني. ربنا يبارك لك فيك انت ياما، من غيرك البيت ده يتفكك. ربنا يبارك لي فيك. اقول له هو انتوا هتدونا الارض واحنا على المعاش يقول لي نجيب لك الامن؟ ما حسيتش بقى بنفسي غير والناس بيشوفوني من فوقه. انا مش عارف نعمل ايه، وحدونا الارض ولا مش هيدوها لنا ولا بيبعتونا ولا ايه؟ انا عايزه اروح يا جابر. تروحي فين يا ليلى؟ احنا لسه قعدنا. هو ايه لازمه يا اخويا قعدنا؟ ولا ايه لازمه كلامنا؟ ولا ايه لازمه كل اللي احنا بنعمله ده؟ انا حاسه زي ما نكون بنضحك على بعض. انت لازم تسافر يا جابر. سافر؟ سافر فين يا ليلى؟ سافر يا اخويا زي بقيه الناس، سافر تروح العراق ولا الكويت. العراق؟ ايوه العراق. تروح تعمل لك قرشين وترجع ونجيب شقه ونتجوز، ولا عايزنا نفضل كده؟ وان كان على الفلوس هديك شبكتك اهي، وانا محوشه قرشين، خده وسافر، ولما ربنا ان شاء الله هيكرمك اكيد هتعوضني، ونتجوز بقى ونبقى بحق وحقيقي متجوزين. خلي دهبك معاك يا ليلى. انا ما نقدرش نسافر يا ليلى، انا زي السمك ميه اسكندريه، ما اقدرش. اهلي هنا واصحابي هنا وعمري هنا، نسيب عمري هنا ونروح ندور على عمر تاني في حته تانيه؟ ما نقدرش يا ليلى، نموت. صح عندك حق، خليك يا اخويا، بس ما تزعلش مني بقى لو رحت منك. تروحي فين يا روح امك؟ لو انت مش عارفه انت متجوزه مين؟ انت يا روح امك مش هتروح في اي حته، مكانك هنا في حضني. تعبت يا جابر، تعبت. معلش يا ليلى، معلش. بكره تروق، والله العظيم ده تروق. صدقني.